السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع صانع الأخشاب، موقع لسه جديد. الموقع بيدينا 30 روبل هدية عند التسجيل، وفي 2 بونص يا شباب، زائد إنه مفتوح السحب. هنيجي لطريقة تسجيل يا شباب في الموقع. من هنا نحط هنا الاسم وهنا الايميل والباسورد ودعاية الباسورد، ونعلم على الكابتشا ونعمل تسجيل كده بقى حساب في الموقع. هنيجي للدخول من هنا، بنحط الايميل والباسورد وننقل الارقام دي هنا. ونعمل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. انا لسه مسجل حالا معاكم، زي ما انتم شايفين عندي 30 روبل في رصيد الشراء. بس اول ما تخش على الموقع بتخش على سيتنج، بتعين هنا كود سري هنا اهو من 4 ارقام بيطلبوا منك ساعة السحب. وبعد كده بتخش على تفاصيل الدفع، بتحط عنوان المحفظة بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها، وبكده تبدأ الشغل في الموقع. تمام يا شباب، لو دخلنا على السحب كده يا شباب هنلاقي الموقع مفتوح السحب اهو، بتحط المبلغ وتحط الكود السري وتعمل طلب سحب على طول بعد حفظ البيانات بتاعتك. هنيجي نخش على الشراء يا شباب، وبنشتري الشخصية الأولانية ديت مجانا بال30 روبل اللي ادوهولنا. وبعد كده بنخش على المكافأة، في مكافأة كل ساعة ومكافأة يومية اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين مكافأة اتضافت اهي، ومكافأة الحظ دي مش عارف شغالة ولا ايه نظامها. اهو 3 مكافآت يا شباب في الموقع. مكافأة اللحظة دي مش شغالة، مش تبعنا. بعد كده يا شباب عندنا في ركوب امواج، ضغط على الاعلانات، عندكم 8 سنت على كل اعلان، بتدوس على الاعلان بالشكل ده هيفتح معاك 40 ثانية. بعد ما بيخلص يا شباب الوقت، بعد ما بتخلص ال40 ثانية بيقول لك 7 ناقص 5، هنقوله 2، كده حصلنا على ال7 سنت. هنقفل الصفحة دي ونعمل ريفريش ونرجع للموقع تاني. مجلس الوزراء هتلاقي ال8 سنت طفهم في الحساب اهو يا شباب، ومن هنا رصيد الشراء. تمام. بعد كده في ايه تاني؟ دي العاب ملهاش لازمه. بعد كده يا شباب من هنا الخشب بتاعك اللي انت بتجمعه للصانع بيجمعه، بتنزل تحت هنا وتعمل صرف من هنا، بيضاف لك في رصيد السحب 50% ورصيد الشراء 50%. ومن هنا دردشة، ومن هنا مبادلة الرصيد السحب ورصيد الشراء. ودي كل حاجة كانت على الموقع النهاردة يا شباب. وبكده أكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.